الله الله على الأزهر. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا أهل الأنوار، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا، ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. كنا تركنا مسألة المرة السابقة للإخوة والأخوات يبحثوا فيها، وهي مسألة الجعالة. وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشركه غيره في العمل، إن قصد إعانته فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطه، ولا شيء للمشارك. دي المسألة. فأنت وجدتها في حتة في مغني المحتاج، مش كده؟ في المغني، طيب مغني المحتاج شرح المنهاج. طيب ووجدتها أنت في المجموع للنوم. طيب هو المسألة لما دل وجدت في مغني المحتاج، ها أن الإمام السيوطي، هو أنا نقلتها الحمد لله، وجدتها بحثتها يعني في 10 ما يقرب 7-8 أماكن، لكن أكثر من كده. هي موجودة طبعا في المجموع، وموجودة في تحفة المحتاج شرح المنهاج وحواشي التحفة، يعني وجدناها في أصل متن المنهاج، أن المسألة نقلها الإمام السيوطي من أصل متن المنهاج. وكنا المرة اللي فاتت قلنا أن في كلمة إعانته له، هي مش موجودة في المتون كلها، معظم المتون ليست فيها كلمة له دي، إن قصد إعانته فقط. ففي المنهاج لأنه يقول ولو التزم جعلا لمعين فشركه غيره في العمل، إن قصد إعانته فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال. ده متن المنهاج، يعني المسألة موجودة في متن المنهاج، وبالتالي هنجدها موجودة في جميع شروح المنهاج والحواشي. هنجد المسألة مفصلة في، ولذلك موجودة في تحفة المحتاج، وفي شرح المحلي على المنهاج، وفي مغني المحتاج، وفي السراج الوهاج شرح المنهاج، وفي دليل المحتاج شرح المنهاج، وكل كل من شرح المنهاج هيتعرض للمسألة، لأنها مسألة في أصل المنهاج فيشرحها. ومن من شرحها أيضا، وطبعا هي موجودة في المجموع كما ذكرت الأخت الفاضلة، وهناك شرحين، شرح مطول لها وشرح مختصر. بعضهم شرحها شرحا مطولا وتوسع فيها، وبعضهم اختصرها. فنجد مثلا أن في المجموع أشر، يعني قلنا ده متن المنهاج لو التزم جعلا لمعين فشركه غيره في العمل، هي مسألة الجعالة، وهي موجودة في باب الجعالة. والجعالة ده نوع من أنواع العقود، العقود المعاملات، وهو أن يقول من وجد مثلا عبده هرب منه، عنده كان عنده عبد أو فهرب ذلك العبد، فقال من أتى لي بعبدي أعطيته دينارا مثلا، وهتيجي المثال في الموجود. فده معنى الجعل، أن يجعل لمن يعمل عملا معينا جعلا، والجعل هو مقابل العمل يعني، ودي اللي هو عقد الجعالة. قال ولو التزم جعلا لمعين فشركه غيره في العمل، أي المعين ده، يبقى في واحد معين، وليا فلان لك دينار إذا أتيت لي بالعبد بتاع الذي أبق. أبق يعني هرب، ماشي؟ يبقى في عين شخصا معينا الذي له الجعل، وحدد الجعل عشان يتصح الجعالة، فشاركه غيره، جاء واحد من بره راح مشاركه في العمل، شارك المعين ده. إن قصد إعانته فله كل الجعل، هنا الضمائر طبعا صعبة جدا. إن قصد الذي شارك المعين، إن قصد من شارك المعين إعانة المعين من قبل صاحب المال فله كل الجعل. انا بيقول انا بعينك بساعدك، وبالتالي يبقى له هنا عائد على المعين، ان المعين له كل الجعل، ياخد الدينار كاملا فله كل الجعل. وان قصد العمل، شوف القصد هنا ادى الى اختلاف الاحكام، ودي مساله عجيبه لا يوجد مثلها يمكن في الفقه الاسلامي.
ان واحد جاي يشارك واحد فيقول له انا قصدت ان انا اعينك، يبقى المعان ده ياخد كل المال او الجعل بتاعه، وان قال انا قصدت ان انا شاركك في الاجر يقوم الجعل يتنصف، ياخد المعين نصف الجعل. طب والتاني ده ما ياخدش حاجة، ويبقى ايه يكون اللي هو الذي حدد الملتزم الذي التزم الجعلة يدفع النص بس للمعين، لان الذي نواه المشارك له المساعد له نوى ايه ان هو ايه نوى نوى العمل للمالك او لقسطه ولا شيء للمشارك بحال. عبارة الإمام النووي هنا دقيقة جدا، ولا شيء للمشارك بحال، في جميع الأحوال الذي شارك ها ليس له شيء، سواء نوى أنه يعمل لنفسه، أولا لو نوى المساعدة فقط أو الإعانة ملوش حاجة، طب لو نوى أنه يعمل لنفسه ملوش حاجة برضه، لأنه ما اتفقش مع الملتزم صاحب المال أو ولا اتفق مع المعين الذي سيقوم بالعمل، وبالتالي لا شيء له مطلقا، حتى لو نوى أنه مع اختلاف نيته، إلا أن نيته تؤثر فيما سيأخذه الملتزم، فيما سيأخذه قصدي المعين الذي عين في ذلك الفعل بعينه من الملتزم. يقول في المجموع ولو التزم جعلا لمعين فشارك، يبقى ايه ولا شيء للمشارك بحال، ما في جميع الصور ما بياخدش، لانه لا هو اتفق مع الملتزم ولا مع المعين اللي هو هيقوم بالعمل. يقول في المجموع ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل ان قصد اعانته فله كل الجعل، اي لمين؟ للمعين. الضمير هنا راجع مش على الاقرب مذكور، ها فشاركه ده ايه غيره في العمل، لا ده راجع عليه على اقرب مذكور. ان قصد اعانته، ان قصد المشارك اعانه المعين خلاص، فله كل الجعل، اي في ايه له مين؟ للمعين. عشان كده اشكلت على المساله. وهنا يقول صاحب النهايه لان قصد الملتزم الرد ممن التزم له باي وجه امكن، فلم يقصر لفظه على المخاطب وحده بخلاف ما مر فيما اذا اذن لمعين فقط فرد نائبه مع قدرته، لان المالك لم ياذن فيه اصلا ولا شيء للمعين الا ان التزم له المخاطب اجره، يلتزم له اما يلتزم اللي هو الملتزم له باجره او الايه المعين باجره. طيب يقول في شرح المحلي ولو التزم جعلا لمعين، فرق بين إيه؟ فرق بقى هنا بين ايه المشاركه بقصد الاعانه، شوف النيه بتدخل ازاي، هو شارك المعين بقصد الاعانه يبقى المعين ياخد ايه، يبقى المعين ياخد كل الجعل. طب لو قصد ها العمل، قصد المشارك ان هو يعمل، قال انا ناوي تعمل معاه اشتغل معاه عشان اخد اجر، ما ملوش اجر في كل الصور، لكن لو نوى ان هو ياخد الاجر يبقى يخصم من الايه من المعين، يخصم من المعين بصور. طيب يقول ولو التزم جعلا، ده من شرح المحلي على المنهاج جلال الدين المحلي رضي الله عنه وارضاه، اللي هو الكتاب ده حدش يعرف اسمه، حد فاكر اسمه؟ كنز الراغبين، شرح منهاج الطالبين للامام جلال الدين المحلي صاحب التفسير، ما واحد ربنا بيفتح عليه في علم بيفتح عليه في جميع العلوم. جلال الدين المحلي هو أرض بتاع تفسير الجلالين، فهو شرح الجزء الأخير نصف القرآن الأخير، وجاء الإمام السيوطي شرح فسر الجزء الأول، هو ابتدأ من كهف إلى نهاية المصحف، وهو أيضا له شرح على جمع الجوامع في أصول الفقه لابن السبكي جلال الدين المحلي، وله شرح على المنهاج هنا أيضا، وله شروح كثيرة، فربنا يجعلنا على أقدامهم أمين يا رب. ولو التزم جعلا لمعين كقوله إن رددته العبد فلك دينار، فشاركه أي شارك المعين غيره في العمل، إن قصد أي المشارك إعانته أي إعانة المعين فله أي للمعين كل الجعل، قصد أنه يعينه فقط يساعده،
وإن قصد أي المشارك اللي هو بيساعده العمل للمالك فللأول أي للمعين قسطه أي نصف الأجر، ولا شيء للمشارك بحال أي في أي حال مما قصده لعدم الالتزام له، لأن ما حدش التزم له بشيء، الملتزم التزم لمعين ولم يلتزم للمشارك، والمعين لم يلتزم للمشارك، فكيف يكون له شيء؟ لا شيء له. فده الشرح المختصر، لكن في مغني المحتاج الشرح واسع عشان تعرض لمسائل أخرى. يقول إيه؟ ولو التزم جعلا لمعين كأن رددت عبدي فلك دينار. أهو العبد أدق، ها، والحمد لله أنا تذكرت المسألة بالعبد دي المرة اللي فاتت برضو، أنا كان عندي إيه مرجعية له. كأن رددت عبدي فلك دينار، جاء الواحد بعينه وقال العبد بتاعي هرب، لو جبت العبد بتاعي لك دينار، فشاركه أي شارك هذا المعين غيره في العمل إن قصد الغير. شوف هنا بقى عبارة المغني دقيقة وواضحة، إن قصد الغير، يبقى العبرة بقصد المشارك ودي هتؤثر في القيمة المالية اللي هيقبضها المعين. إن قصد الغير إعانته بعوض أو بغيره، قال أنا هعاونه ويمكن يديني حاجة، أو قال هعاونه كده لله من غير إيه عوض، فله أي للمعين كل الجعل، ياخد كل الدينار كاملا، لأن رد غير المعين بقصد الإعانة له واقع عنه. إن واقع عن مين؟ عن المعين، لأن رد غير المعين اللي هو المشارك اللي ساعده بقصد الإعانة واقع عن مين؟ عن المعين. أنا بعاونك لكن ما اتفقتش معاك أخذ منك حاجة ولا نويت أخذ حاجة، وبالتالي طالما لما نويش ياخد حاجة وقصد الإعانة فقط يكون إيه القيمة كلها والجعل كله للمعين اللي هو الدينار في المثال الذي معنا، لأن رد غير المعين بقصد الإعانة رد غير المعين، إنها نعتبر حتى إن غير المعين اللي هو المشارك ده هو اللي وجد العبد لوحده وجابه ودال المعين أو ودال السيد، فالمعين هو اللي ياخد، لأن رد غير المعين اللي هو المشارك بقصد الإعانة له واقع عنه، عن إيه؟ عن المعين، فيبقى ياخد الأجر كله. ومقصود المالك رد الآبق بأي وجه، المالك اللي هو إيه الملتزم اللي هو صاحب الجعل بأي وجه أمكن، ومقصود المالك رد الآبق بأي وجه أمكن، فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب. وإن قصد المشارك العمل لنفسه، المشارك ده بقى اللي هو إيه بيشارك المعين، قال أنا هشتغل لنفسي خلاص، أو للمالك، أنا هشتغل للمالك مش أو للمالك، أو مطلقا، إنما قصد العمل مطلقا كما بحثه شيخنا اللي هو الشيخ زكريا الأنصاري، فللأول أي المعين قسطه وهو النصف، إذ القسمة على عدد الرؤوس كما مر، وإن أفهمت عبارته أنها على قدر العمل. يبقى لو نوى الإعانة يبقى الجعل كله، شوف النية بتأثر إزاي وبتأثر إيه، ده مش المعين ده ما نواش حاجة خالص، لكن ممكن ياخد الجعل كامل، ممكن ياخد ثلاث أرباعه، ممكن ياخد نصه، ممكن ياخد تلتين كما ستأتي في الإيه في الشرح في المغني يعني. فلو قصد، وده بناء، وهذه الإقسام بناء على نية المشارك، أنا راجل اشتغلت لوحدي إيه اللي يخليني بس إن الراجل ده يخش عليا يخليني أخذ التلتين أو أخذ الجعل كامل أو أخذ النص أو أخذ تلات أرباع، أهو كده، لأن نيته مؤثرة فيما يأخذه المعين من الجعل. وإن قصد المشارك العمل لنفسه أو للمالك أو مطلقا كما بحثه شيخنا، فللأول أي المعين قسطه وهو النصف، ياخذ نصف الجعل، ياخذ نصف دينار، إذ القسمة على عدد الرؤوس كما مر، وإن أفهمت عبارته أنها على قدر العمل، في عبارة بتقول إن إيه مش على مش بعدد الرؤوس، عدد الرؤوس من عمل يعني، عدد الرؤوس الذين اشتغلوا. ولو قصد أي المشارك العمل لنفسه والعامل، بقوا في اتنين، قصد إيه هيعمل لنفسه وللعامل، العامل اللي هو إيه اللي هو المعين، أو للعامل اللي هو المعين والملتزم اللي هو صاحب الجعل، أو للجميع،
فيبقى فيها ثلاث أحوال، يبقى لو لنفسه والعامل، أو للعامل والملتزم، ودي النية هي قصد اللي هو المشارك، العمل لنفسه والعامل، أو العمل للعامل والملتزم، أو للجميع. فللمعين في غير الأخيرة ثلاثة أرباع الجعل. يعني إذا كان قصد العمل لنفسه المشارك، قصد العمل لنفسه أو العمل والعمل للعامل، اثنين مع بعض نوى اثنين، يبقى هياخد ثلاثة أرباع الجعل. يبقى مين اللي هياخد ثلاثة أرباع الجعل؟ ها، المعين، فتح الله عليك، مظبوط، ما فيش حاجة خالص للإيه، مشارك. ولو قصد المشارك العمل للعامل وللملتزم اللي هو صاحب الجعل، برضه هياخد ثلاثة أرباع صاحب، يبقى العامل اللي هو المعين ياخد ثلاثة أرباع. لكن لو المشارك ده قصد ان هو ايه، نفسه وصاحب الجعل والمعين، يبقى هياخد ايه، هياخد المعين الثلثان. خلاص، هياخد معين الثلثان. يبقى النية بتاعت واحد مش هيتدخل في اي حاجة، مجرد ان هو اشترك معاه، فالنية تفصل بين ايه، نوى المساعدة والإعانة، يبقى المعين ياخد الجعل كله. طب نوى ان هو يشاركه في العمل، مشاركة في العمل، فلو نوى يشاركه في العمل يبقى ليه النص، نوى يشارك صاحب المال في العمل يبقى ليه النص. طب لو نوى اتنين مع بعض يبقى ليه التلات أرباع. كل ده الأقسام دي اللي بيأخذها كلها ليقبضها ايه، قلنا المعين الذي عينه صاحب الجعل. ولو نوى ان هو مشاركة الجميع اللي هو نفسه وصاحب العمل وصاحب الجعل والمعين، هياخد تلتين، يبقى المعين ياخد تلتين. فالنية أثرت، شوف تأثير كبير ازاي في هذا، وده من باب إنما الأعمال بالنيات. راحت المسألة، وضحت، حد فهمها؟ طيب، في حد مش فهمها؟ طيب نرجع لما كنا نشرح فيه، وهي ايه، ومن ثم ترتب على ذلك أمور، فشرعت التمييز رتب العبادات بعضها من بعض. إنما واحد يقول لك لما شرعت النية، أي ما العلة التي من أجلها شرعت النية؟ شرعت لتمييز العبادة من العادة، ولتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. كده تبقى إجابتك 100%، تاخد إيه؟ امتياز. خلاص، وابتدى يفرق الشيخ إدى أمثلة على التفريق بين العادة والعبادة والتمييز بين رتب العبادة. ومن ثم ترتب على ذلك أمور، اللي هو التفريق ده، أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة، إن في عبادات ليست عادة مطلقة. أديلكم مثال، لو نوى الغسل، فالغسل موجود في لغة العرب ومن عادات العرب، فلا يجزئه عن غسل جنابة أو غسل حي أو غسل طهر من عذر شرعي أو غسل حتى نافلة. ليه؟ لأنه الغسل موجود في لغة العرب ومعروف أنه كان يعمم الجسم بالماء، فده معنى الغسل، فكان موجود في لغة العرب، فلا ده كان عادة عند العرب، فلو نويت الغسل بس فقط كده لا يجزئك، كما قرأناها في باب الغسل زمان. لكن الوضوء ده عبادة محضة، ليست عند العرب حاجة اسمها وضوء، الوضوء من الوضاء يعني الوجه مضيء أو ما إلى ذلك. خلاص، لكن ما عندهمش عبادة اسمها وضوء، فالوضوء عبادة خاصة محضة في الشريعة الإسلامية، فلو نوى الوضوء أجزأه، لكن لو نوى الغسل لم يجزئه، يجب أن يعني فرائض الغسل أو غسل معين، غسل جنابة، غسل طهر من عذر شرعي، غسل دخول مكة، يبقى لازم يقيده بفضائل الغسل أو أركان الغسل أو الغسل الواجب، لأن كلمة الغسل عادة موجودة عند العرب بخلاف الوضوء. أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة، العبادة اللي هي منصرفة لكونها عبادة متمحضة لا يوجد فيها نية، أو لا تلتبس بغيرها. دول قيدين، لو كانوا كل عبادة تتصف بهذه الصفات تكون إيه؟ لا تحتاج إلى نية، كالإيمان بالله تعالى، كما قلنا المرة السابقة لا يجب عليه أن ينوي أنه يؤمن بالله تعالى، بل يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى دخل الإسلام. هل أقول له أنت ما نويتش فشهادتك باطلة وأنت إسلامك باطل؟ لا، لا يحتاج الإيمان بالله تعالى إلى نية. والمعرفة، معرفة الله تعالى، لا يحتاج أن يقول بقلبه نويت أن أتعرف على الله تعالى، ماشي، لا يحتاج. فإذا حصل التعرف ده والوصول
وما ينكشف إليه، فلا يحتاج إلى نية، لا يبطل ذلك التعرض. والخوف والرجاء كل ده لا يحتاج، نويت أخاف من ربنا، لا مش محتاج نية، خلاص نويت أرجو أن أرجو الله، لا على طول أرجو. هذه إيه؟ يبقى أعمال القلوب غالبا اللي هي كانوا يتكلم هنا عن إيه؟ ما يتم تحصيله من الإيمانيات والصفات الحسنة للقلب، لا تحتاج لنية، خلاص لا تحتاج أن أنا أستحضر أن أنا عايز أبقى راجل لله تعالى، ماشي، لا تستحضر كده. والنية نفسها لا تحتاج إلى نية، وقلنا أن هذه المسألة وقلنا النية تحتاج إلى نية، يبقى النية الأولى تحتاج إلى نية تانية، والنية تانية تحتاج إلى نية تالتة، يبقى مسألة الدور، والدور باطل في الشريعة الإسلامية، خلاص. وقراءة القرآن، ما ينويش قراءة القرآن، والأذكار لا ينوي الأذكار، لأنها متميزة بصورتها أنها عبادة متمحضة. أما يجي يقول له أذكار الصباح والمساء، هل يجب أنه ينوي؟ ما يجبش، يقول الأذكار وتجري على لسانه ويستحضرها بقلبه خلاص. نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة، كل شيء من هذه الأشياء ينذره يبقى يجب عليه استحضار نيته خلاص. إذا نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة، قراءة القرآن إذا كانت منذورة يجب أن ينوي. ليه؟ عشان بينويها ليست، لأن القراءة في أصلها مندوبة، قراءة القرآن مندوبة، فلما نذرها أصبحت واجبة فلزمت لها نية، أصبحت ليه؟ يجب أن ينوي للقراءة المندورة لتمييز الفرض من غيره. أو الشيخ جبهاوي لتمييز القراءة عموما من أنها مندوبة فقط، قراءة القرآن من المندورة التي صارت واجبة بإيه؟ بالنذر اللي هي واجبة بالعارض يعني. نقله القاملي في الجواهر عن روياني، قلنا الإمام الروياني في بحر المذهب وأقره، وقياسه إن نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم إن أيضا لو نذر الذكر يبقى ينوي أن يوفي بنذره، يجب نية الوفاء بالنذر. وكذا إذا نذر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إنه ينوي النذر، هو أحد واحد نذر إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، يبقى يجب أن ينوي الوفاء بالنذر حين يذكر 100 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 طبعا يتضاعف الثواب. لحديث ذكره الإمام النووي قال إيه في حديث ورد في رمضان، ومن أدى فريضة في رمضان كأنه أدى 70 فريضة فيما سواه. فقالوا يسترشد من هذه الحديث أن إيه أن الأشياء إذا أصبحت صارت فرضا ولو بالنذر أنها ثوابها يتضاعف، لأنها انتقلت إلى حالة الوجوب. حتى وإن نذر مطلقا يعني نذرت أن يعني لي على الله أن أذكر وأن خلاص يتضاعف الثواب. وأن أقرأ القرآن. بس يصعب عليه كده، يبقى ما ينذرش كده. ماشي. لو نذر كده طول حياته ماشي يتضاعف ثوابه. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يفعله من الأفعال المكروهة حتى بالنسبة إلينا يأخذ هو عليها ثواب الواجب، وثواب الواجب أعلى من ثواب النفل. لماذا؟ لأن هو بيان للأمة، وثواب الواجب أعلى من ثواب النفل. ده الحديث. أقول لله عليه كذا وكذا وكذا إلى أن يشاء الله، حتى يعني حتى الاستثناء بالمشيئة. لماذا؟ تبركا ولا خلاص رجعت على النذر بالبطلان؟ يعني عايزة تعملي زي بتاعة الحج كده، حج ضباعة، قالت قال حجي واشترتي، قالت ما اشترتي رسول الله؟ قال قولي فإن حبسني حابس ها فمحلي أي تحللي من الإحرام حيث حبسني، حيث حبسني حابس. يجوز يجوز، بس ده أصل أنت كده أنت خرجتي من النذر مرة أخرى. النذر لو علق يخرج منه، يبقى كده رجع التاني لثواب النفل مش ثواب الفرض. طيب وقياسه إن نذر الذكرى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إنه يجب عليه أن ينوي الذكرى قبل أن يشرع فيه حتى يميز الذكر الواجب عليه الذي صار واجبا بالنذر أي بالعارض يميزه عن غيره، فتمييز الفرض من النفل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن نذر الذكرى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك،
نعم إن نذر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، فالذي يظهر لي أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتميزه بسببه، إن هنا السبب موجود وهو إيه؟ أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قدامه فهو يصلي، فلا يحتاج إلى نية في الصورة دي، ودي من الرحمة من العلماء يعني إنه إيه، لكن قياسا صحيحا وفيه رحمة. نعم إن نذر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، واحد قال إيه؟ هو يقول نذرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عليه الصلاة والسلام في أي موضع. طب ده يجب عليه كل مرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحضر نية الوفاء بالنذر والنية دي تبقى واجبة في حقه؟ قالوا لا، ما يجبش في هذه الصورة. خلاص قال فالذي يظهر لي، ده الإمام السيوطي، أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتميزه بسببه، لتميزه بسببه، أنه لا يحتاج إلى نية لتميزه بسببه، إن السبب إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فده تميز له فهو بيصلي عليه، فلا يحتاج إلى نية في كل مرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستحضرها أنه يصلي عليه وفاء بنذره للوجوب في هذه المسألة. ونص على هذه المسألة الشيخ هنا بيقول الذي يظهر لي، الشيخ موفق لأن هذا النص ذكره الإمام، طبعا العلماء موفقين طبعا تلاقيهم كده ما شاء الله المشكاة عندهم واضحة والقلوب صافية مع الله، فتلاقي يوافق العلماء. هذا نص عليه الإمام البجرمي في الحاشية في أول حاشية البجرمي في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة أم لا، فقال فإن نذر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر فإنه لا يحتاج إلى نية، ذكر ذلك ونص عليه الإمام، نص على ذلك المعنى الإمام البجرمي في أول الحاشية. طيب وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر أي في بحر المذهب للروياني، وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة خلاص كما سيأتي، فأوجب فيه النية للتمييز. وذكرنا بالأمس أن الأذان قد يستخدم لصرف الشياطين، إذا تغولت بكم الغيلان فليؤذن أحدكم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تغولت بكم الغيلان فليؤذن أحدكم. وأيضا يستخدم في الأذان في أذن المولود اليمنى عند الولادة، ويستخدم فما دام تعددت الاستخدام له في العبادة يبقى يحتاج لتمييز بالنية، هذا القول مرجوح طبعا، لكن تعدد العبادة أنها استخدمه في إيه؟ لكن هي تنصرف بالنية مطلقا، ان انا النية موجودة، ثانية النية موجودة بان انا بأذن للصلاة، هي لان الاذان هو اعلام بدخول وقت فريضة، فلما بيدخل الوقت وبراقبه دي نية موجودة اهي خلاص. طب نفترض ان هو اذن كده من غير حاجة، ده لازم يكون عنده اعلام بدخول وقته، لانه لو اذن قبل الاذان ولو بحرف واحد قبل دخول الوقت لا يجزئ ذلك الاذان، ويكون الاذان باطلا او غير معتد به شرعا، وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة، إن الأذان له استخدامات كتير، وبالتالي تعدد الاستخدامات يؤدي إلى أنه يجب تمييز تلك العبادات بعضها عن بعض. الأذان عبادة في أذن المولود مسنون، الأذان عند تغول الغيلان مسنون، الأذان لدخول وقت فريضة مسنون، عايز أميزهم ببعض يبقى يتميزوا بالنية ماشي. ده لكن الرأي ده مش مشهور في المذهب، المشهور أنه لا يحتاج إلى نية. وأما خطبة الجمعة، نعم الإيه؟ الشياطين يعني هم مسافرين بالليل ممكن يروا الشياطين وتتمثل لهم وتتخيل لهم بأشياء، يعني تجدي مثلا أحد رواة الحديث يقول إيه؟ واحد حدثه بعجائب جدا كده، فقد كشفت عن قدميه هل هي رجل معيز أم لا؟ رجل المعيز دي موجودة يعني لها أصل موجود عند العلماء، بيقولوا ده جن مش إنس، الجن يتمثل بصور كثيرة، الجن تعريفه أنه جوهر ناري يتشكل بالأشكال الطيبة والأشكال الخبيثة وتحبسه الصور، تلاقي في الفلاحين كتير حاجات زي كده ويقولوا الجنية ومش عارفه وحاجات زي كده، فالحاجات دي لها أصل موجود، لكن ممكن تكون تخيلات وممكن تكون لها أصل موجود بالفعل بالحقيقة. فحديث إيه؟ إذا تغولت بكم الغيلان أي يعني تصورت لكم الشياطين، فاللي بيقول أصلا ثلاث مستحيلات الغول
والعنقاء والخل الوفي. قالوا لا، الغول موجود، يعني ده موجود في الأحاديث النبوية، إذا تغولت بكم الغيلان، الغيلان مرضة الشياطين، مرض الشياطين التي تريد أن تؤذي ابن آدم من الكفرة يعني، أو الفسقة منهم يعني. وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرض للفرضية فيها خلاف في الشرح والروضة بلا ترجيح. وفي الكفاية، أنا كتاب الكفاية ده كنا عايزين نقول كفاية النبي في شرح التنبيه. طب وكان فيه كتاب تاني عايزين نجيب اسمه، إدالة ابن الرفعة. خلاص، كفاية النبي في شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، والكفاية اللي هو كفاية النبي لابن الرفعة. وفي كتاب تاني للإمام ابن الرفعة كنا بنذكر اسمه، المطلب العالي. المطلب أما يقولك إيه، قال في المطلب، المطلب ده اللي هو المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة أيضا. قال في المطلب، يبقى مين؟ ابن الرفعة. قال في المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي، عشان ما يذكر كلمة كفاية يبقى كفاية النبي المطلب، يبقى المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة الاثنين. وفي الكفاية أي كفاية النبي شرح التنبيه لابن الرفعة أنه مبني على أنها بمثابة ركعتين، ومقتضاه ترجيح أنها شرط، وجزم به الرافعي في التوسط الأذرعي. الايه؟ أيوة نعم، أنا قلت الأذرعي مش كده؟ هي الأذرعي مزبوط. وجزم به الأذرعي في من أذرعات، نعم، وجزم به الأذرعي في التوسط، وعندي خلافه، بل يجب ألا يقصد غيرها. نعم. وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرض للفرضية فيها خلاف في الشرح، أي الشرح الكبير للرافعي والروضة، روضة الطالبين للإمام النووي، بلا ترجيح. وفي الكفاية مرجحش في الكتابين الإمام النووي ولا الإمام الإمام الرافعي. وفي الكفاية أنه مبني على أنها بمثابة ركعتين، فلو قلنا أنها بمثابة ركعتين يبقى يحتاج لنية، ودي داخلة في الفروع، لأن هذا هل الخطبتان، هل الجمعة في قاعدة فقهية في الأشباه والنظائر من القواعد اللي هي فيها يختلف فيها الترجيح في المسائل، وهي هل الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيادها؟ فمن قال أن فيترجح يختلف الترجيح في المسائل بالاعتبارات، فهي من حيث أنها ظهر مقصورة مثلا يقول أن سنتها كسنة الظهر، لها أربعة قبل وأربعة بعد. طيب ومن حيث أنها صلاة على حيادها، أنها بالنية، ما يجوزش أنه ينوي الجمعة يقول نويت الظهر مقصورة. قالوا لا، الأرجح أنها صلاة على حيادها، أي منفصلة مشروعة لوحدها كده، شرعت ليست على علاقة بينها وبين الظهر. طيب الخطبتين هل هما مقام الركعتين باعتبار أن الجمعة ظهر مقصورة، أم أنها صلاة على حيادها والخطبتين دول واجب، بس واجب خارج عنها صلاة على حيادها؟ فهنا الشيخ قال الخطبتين يجب النية لهم، أنه ينوي الخطبتين، ينوي قبل الخطبتين أنه يصلي خطبتين الجمعة، الخطبتين دول بتوع الجمعة مقام الركعتين، فيجب لهما نية. خلاف في الشرح والروضة بلا ترجيح. وفي الكفاية أنه مبني على أنها بمثابة ركعتين، قال لي يبقى ركعتين يبقى يلزمهم النية، خطبتين يبقى ما يجي الخطيب يخطب يجب أن ينوي خطبتي الجمعة. وإذا ما نواش، لو قلنا أنه مكان الركعتين يبقى وقعت الخطبتين من غير نية، يبقى الصلاة بطلة والجمعة بطلة على ذلك القول. ماشي. ومقتضاه أي كلام ابن الرفعة ترجيح أنها شرط، أي شرط في النية، أن النية شرط، احنا بنتكلم في أحكام النيات، أن النية شرط في صحة خطبة الجمعة، شرط صحة. وجزم به الأذرعي في التوسط، وعندي، وده الراجح من المذهب، خلافه، بل يجب ألا يقصد غيرها، بس ان ايه، يجب ان هو ما يقصدش بالخطبة حاجة تانية بس، لكن هل يجب ان هو يشترط ان دول خطبتي الجمعة ولا لا؟ ما لا يجب ان هو يشترط انه يقصد خطبتي الجمعة، ولكن لا يقصد غيرها حتى لا يأتي بمنافي، لان اذا قصد غيرها فقد اتى بمنافي فما يجزئش. رايح؟ ها؟ في حد مش فاهم حاجة؟ طيب.
واحد إمام طالع يخطب الجمعة، فهو بيخطب الجمعة هل يجب عليه أن ينوي أنه يخطب أن يخطب خطبتين الجمعة قبل أن يخطب؟ واحد طلع وهو كعادته كده راح قال إن الحمد لله وما نواش، ما نواش أن يخطب الجمعة، هل الخطبة دي منعقدة ولا غير منعقدة؟ اختلف علماء المذهب فيها. ليه؟ لأنها من قال بأنها شرط أنه يجب أن ينوي، ها؟ من قال بأنه يجب أن ينوي عند ذلك يتعين عليه أن ينوي قبل، ولا إلا لم تنعقد خطبة الجمعة أصبحت الخطبة دي باطلة، ماشي؟ وما والأصح في المذهب أنه لا ينوي، لا يجب أن ينوي خطبة الجمعة، وإنما يجب ألا ينوي مخالفا لها، ألا ينوي إيه؟ يجب ألا يقصد غيرها، ما ينويش حاجة غير خطبة الجمعة. لكن لو هو طلع وقال إن الحمد لله وما نواش خلاص يبقى صحيح، ده الراجح من المذهب. لكن ما ينويش بخطبة الجمعة خطبة الاستسقاء، لأن الناس مثلا ما فيش أمطار أو إن في كسوف وقت الجمعة، ينوي إيه؟ خطبة الكسوف، فلا تجزئه عن خطبة الجمعة لو نوى كده، لأنه نوى غيرها. على الراجح يعني يبقى الراجح من المذهب أنه يجب ألا ينوي غيرها، ولا يجب عليه أن ينوي خطبة الجمعة. طلع وخطب كده بداهة ماشي، لأنه هنا الترجيح في هذه المسألة أن الجمعة صلاة على حيادها وليست ظهرا مقصورة، فلا يجب فيها النية. راحت؟ طيب. وأما التروك كترك الزنا وغيره، فضل كمان دقيقة على الأذان، 5 دقائق يعني نستمر. طيب. وأما التروك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها. جميل جدا إن باب التروك ده من لطف ربنا إن ما فيهوش نية خلاص، ولا إلا مثلا واحد ناسي ينوي إنه يستنجي، ما هو من التروك من الاستنجاء من التروك خلاص، أو يترك الكبائر والصغائر، هل يجب إن هو ينوي بقلبه إنه يترك ولا يكفي الامتناع؟ الامتناع كافي، ولو قلنا بوجوب يبقى كل الناس وقعت في إثم خلاص. وأما التروك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية، يبقى باب التروك كله لا يحتاج إلى نية لحصول المقصود منها، أي بالامتناع، وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد، أي لم يوجد منه الفعل المنهي عنه في الواقع. وإن يكن نية، ها؟ نعم. وإن لم يكن نية، وإن يكن نية، طيب نعم يحتاج إليها في حصول الثواب. وإن لم يكن عندك، لم يكن مين فيها لم، فيها لم، ها؟ وإن لم يكن نية. طب وفي المتن عندك ايه مثبتها؟ بين قوسين هي وإن لم يكن نية، مظبوط، هي وإن لم يكن نية، فاللي ما عندوش يصحح. وإن لم يكن نية يعني ايه؟ لحصول المقصود منها وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد. وإن لم يكن نية خلاص، حتى لو ما كانش فيه نية هو مش موجود، العبرة بأنه مش موجود. يعني لا يحتاج إلى نية، وإن النية ما كانش موجود، العبرة بعدم الوقوع، بعدم وقوع صورة المعصية في الخارج، وما كانش ولا يحتاج الترك إلى نية. نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك، الامتثال، أعلى درجة في الثواب أن تمتثل أمر الله تعالى. نعم يحتاج إليها أي النية في حصول الثواب المترتب على الترك، أنا تركت ذلك من أجلك يا رب، هذه النية دي الإخلاص، أعلى درجة امتثال أمر الله تعالى. ولما ترددت إزالة النجاسة بين أصلين الأفعال من حيث أنها فعل، إنه بيستنجي أو بيزيل النجاسة ويحطها خلاص، والتروك من حيث أنها قريبة منها، إن التخلي عن التنزه ترك النجاسة، إزالة النجاسة، الإزالة
جرى في اشتراط النية خلاف، ورجح الأكثرون عدمه تغليبا لمشابهة التروك، وده الأصح. إنه إيه؟ إن إزالة النجاسة سواء من الثوب أو من الاستنجاء أو الاستجمار بالأحجار، جميع أنواع إزالة النجاسة داخلة في باب التروك، وده الراجح. لكن لها باب إنها فيها فعل في ظاهرها، إنها بستنجي يبقى فعل أهو، إن أنا بزيل النجاسة، إن أنا بحط الثوب بغسله يبقى في فعل أهو. لكن الأمر مبني على الابتعاد عن النجاسة، الترك للنجاسة، فده غلب الأمر التركي. ورجح الأكثرون عدم النية تغليبا لمشابهة التروك كترك الزنا والسرقة والقتل وما إلى ذلك. ونظير ذلك أيضا غسل الميت، والأصح فيه أيضا عدم الاشتراط، لأن القصد منه التنظيف كإزالة النجاسة. وإحنا قلنا المسألة دي شرحناها. ونظير ذلك غسل الميت، الأصح فيه التنظيف، الأصح فيه هنا بقى ده الترجيح بحاجة تانية. والترجيح هل نية العبادة هي الغالبة ولا نية التنظف هي الغالبة؟ فرجحوا في غسل الميت أن نية التنظف، الإرادة التنظيف الميت خلاص هي الأغلب، ولذلك لم يشترطوا نية لغسل الميت، إنما تسن وخروج من الخلاف يعني يفعل. ونظير ذلك أن اللي بيغسل الميت ينوي، هل يجب عليه ويبقى الغسل باطل لو ما نواش؟ لا، نقول الغسل صحيح لو نواش، ماشي. ونظير ذلك أيضا غسل الميت، والأصح فيه أيضا عدم الاشتراط، أي عدم الاشتراط النية في غسل الميت. ولو قلنا بالاشتراط لقلنا بطلان الغسل إذا لم ينوي خلاص، لأن القصد منه اللي هو القول المرجوح، لو قلنا بالاشتراط لقلنا ببطلان غسل الميت إذا لم ينويه المغسل، لم ينوي الغسل. ولكن هو غير مشترط الراجح، لأن القصد منه التنظيف كإزالة النجاسة، إلا أنه تعبدي، غسل الميت ده فرض كفاية، إذن ده حكم شرعي متعبد به أنه فرض كفاية خلاص، وأنه تعبد لله تعالى، إلا أنه غلبت عليه إزالة النجاسة. وفي هذا الأمر نقول إيه أيضا، أغسال الحج بالنسبة للحائض والنفساء خلاص، إنها تغتسل جميع أغسال الحج، لأن الغالب فيه مقصود إيه؟ اجتماع الناس، فبتغتسل إيه عند الاجتماع فعرفة، تغتسل وهي حائض أو نفساء، تغتسل للطواف لا معلهاش، تغتسل لرمي الجمار، تغتسل لزيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والإحرام فتح الله عليك، مظبوط كده. فدي أغسال بنيت على النظافة لتجمع الناس، واضح؟ بكل أمر في اجتماع تجد إيه؟ إن فيك تتجمع للناس، ها؟ إن إيه؟ أو احتفال للناس، محتفل إنه إيه؟ يندب به الغسل، ويكون هذا غلب عليه هو بين العبادة والتنظف خلاص؟ فغلب عليه التنظف. ونظيره أيضا نية الخروج من الصلاة، هل تشترط؟ والأصح لا. قال الإمام: لأن النية إنما تليق بالإقدام لا بالترك، ده أنا تارك للصلاة خارج منها، واضح؟ فده من نية التروك، نية الخروج من الصلاة، وذلك لم يوجبه. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء بفرقهم متشاد